النبي صلى الله عليه وآله لوجدوا الله توابا رحيما. فالتفت إلى يعني الدقة بالتعبير. إذا صار عندنا ثلاث طرق: طريق استغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر، ومرة لا، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك. قد يقول قائل يعني شو هذا المجيء؟ هناك فرق بين أن تأتي النبي وبحضرة النبي تعبد الله تعالى، وبحضرة النبي تدعو الله، وبحضرة النبي تستغفر الله. هاي معناها، معنى هذا الحضور عند النبي له ماذا؟ قربة وكرامة عند الله. فمن جملة الأمور التي الله تعالى تفضل علي بها هي هذه الالتفاتات. منها نوح عليه السلام يبين حرمة البيت، مو حرمة نوح فقط، طبعا البيت بحرمة نوح. يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي من مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. شوف التفتوا إلى هذه النقطة. فهو دعا إلى الوالدين، لكن ميز بين المؤمنين، مؤمن ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فميز بين مؤمن دخل بيت نوح وميز بين مؤمن ما داخل بيت نوح. اثنينهم دعا لهم، ولكن قدم المؤمن زائد دخول بيتي عليه السلام، وأخر ماذا؟ المؤمن اللي ما داخل بيته. قال والدين الأقربون أولى بالمعروف، مقدمين والدين نوح عليه السلام ودعا لهم. ولكن مجرد أن الإنسان يدخل في بيت النبي وهو مؤمن صارت له كرامة على غير المؤمن. ولذا أخوان كان ليش ولا يصير والعيادة بالله عبث وزيادة بالقرآن. شو الله تعالى يجل كلامه أن في من اللغو والعبث والزيادة. هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن من دخل بيت نوح عليه السلام امتاز عن المؤمن اللي هو ماذا؟ بيت حجارات، ها تصور رأسا، لكن هاي الحجارات مال منه؟ مال النبي. هاي حجارات النبي، هل بيت هذا اللي دخله؟ فنرجع للآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فهذا المجيء يعطيهم شرف وكرامة. فإذا هذا كم من الكرامة والشرف والعظمة لحضور قبر المعصوم وبيت المعصوم وبيت المؤمن وبيت الله والأماكن المقدسة. إذا معنى ذلك أصلا هاي الكلمة ما يوافقون عليها ذولا. شنو تقولون أرض مقدسة وكلام وأماكن مقدسة وأضرحة مقدسة؟ شنو هذا؟ كيفكم أنتم؟ بس الله مقدس. هذا الله يقول بالقرآن: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وادي شلون تجي برسول الله وقبر رسول الله وبيت رسول الله وبيت الله المسجد والحرام، شلون تجي هذا مقدس؟ فذولا يعني أو إما جهلة يجهلون الآيات، أو ينطبق عليهم قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقرأ آية ويترك آية، إياك نعبد وإياك نستعين ويترك، وابتغوا إليه الوسيلة ويترك، فاستعينوا بالصبر والصلاة ويترك، وتعاونوا على البر. فواحد يعاون الثاني، واحد يستعين بالثاني، هذا أوامر إلهية. إذن شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم عندما يأتون ويتبركون بالأضرحة الشريفة وبآثار الأنبياء والمرسلين والأئمة صلوات الله عليهم وآثار أهل البيت صلوات الله عليهم، هذه كلها لها ماذا؟ لها استدلالات قرآنية وأدلة من القرآن كلها. بالبخاري عن عائشة
يعني عائشة طولت مدة طويلة يلا توفت. تقول أختها أسماء أظن كان بردة النبي عند عائشة وكنا ننقعها في الماء ونستشفي بمائها، يعني بماء بردة النبي اللي هو ماء خارجي ولكن مجرد شنو هاي بالبخاري، خلي بالك يعني مو بالنبي ولا بردة النبي، بالماء اللي لامس بردة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هاي بالبخاري، وهذا ظل سنين موجودة عدمن عند عائشة. هاي أخت عائشة تحدث بالبخاري عن بردة النبي صلى الله عليه وسلم، ومو البردة نفسها، مو يجيبون البردة، هي قميص يوسف. من الأشرف يوسف لو قميص يوسف؟ من الأشرف يعقوب لو قميص يوسف؟ يعقوب أشرف وأعظم. قميص اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرة. فشنو هالعظمة هذه؟ إذا هذا أثر من آثار يوسف، هكذا يفعل أنه الأعمى يفتح عينه من جديد. فكيف بآثار أهل البيت الذين هم أعظم وأفضل درجة وعلما وقربا وكرامة عند الله تبارك وتعالى من يوسف عليه السلام؟ كيف من أهل البيت؟ لأنه يوسف بالجنة نعم، منه سيدة الحسن والحسين، الحسن والحسين هذا حديث ثابت وصحيح عند الجميع، سيدة شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. فإذا كان قميص يوسف هيك يسوي، شلون إذا قميص الحسن والحسين؟ ها؟ شلون إذا فد أثر من آثار الحسن؟ شلون إذا رقية صلوات الله عليها؟ شلون مثلا؟ فذولا مع الأسف حارمين نفسهم من النعيم، هم بالدنيا وهم بالآخر. إذا أكو أشياء يعني لا الطب واصل لها، لا أشياء، هذا الإنسان من يضايق، من يصير عنده فد مرض لا سامح الله، فد مشكلة عويصة، فد كذا. الله مشرع لك أبواب وسائل، وابتغوا إليه وسيلة. فليش أنتوا حارمين هم بعد؟ إذا واحد ما يريد، إذا هو ما أصلاً مو ما يريد بس، ويشكل ويسوي هذا كفر وشرك، أن يعني يقلب المستحبات اللي الله أمر بيها، استغفر الله. وهذا تحريم الحلال هذا جريمة كبرى، مثل تحليل الحرام، مثل واحد يقول الخمر حلال، هاي الجريمة الكبرى، وهذا كفر لأن ينكر ضرورة من ضرورات الدين. يجي واحد يقول الخمر حلال والعيادة، تقول هذا كفر معناه، لأن بإجماع بالضرورة من ضرورات الدين الخمر شنو؟ حرام. فهذا اللي يجي يقول هذا الشيء الحلال يقول حرام، هذا المستحب اللي يحصل بأجر بي ويأخذ حاجة يحرمه، هذا نفس الشيء معنا، مثل تحريم الحلال مثل تحليل الحرام. فهذا دي يحرم الحلال والعياذة بالله، دي يشرع، وهذا شرك. ليش شرك؟ لأن الباري تبارك وتعالى هسه الآن بدينا بالرد، خلصنا جائز ومستحب وكذا، كل تبين جهل هذول، يقرون آية ويتركون آية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. شوف خلي بالك، إلى أشد العذاب، يعني ماكو بعد عذاب أشد منه، لأن يؤمن بآية ويكفر الناس ويقتل، هاي دماءنا اللي تسفك بالعراق كلها من نور هذا، لأن ما يفتهم، يقولك هذا مشرك، والمشرك أقرب إلي من أقرب العفو النصراني واليهودي أقرب إلي من المشرك. فعند هذا يجوز ذبيحته ويتزوج منه، والشيعي مشرك يقول يا علي يا حسين يا محمد ما يجوز. ليش؟ أنه ما يفتهم القرآن، جاهل، يفتري على الله، يكذب، مو فاهم، يتخذ ناس هم الله ما أمر بهم أن يتبعهم، تارك أهل البيت وراكض ورا ذوله.